يعرف بمجلس الأعلى للدولة قرار ينص على إرسال 11 عضوا للتدريب على العمل الدبلوماسي في تركيا حسب ما جاء في نص القرار، ومن بين الأسماء المفادة صالح جعودة عضو المؤتمر الوطني العام السابق. وذكر القرار أن الدورة تمتد لأسبوعين في دولة تركيا وتحمل اسم تطوير مهارات السياسيين والدبلوماسيين. كذلك سيتم صرف علاوة سفر للأسماء المرشحة من الخزينة العامة للدولة.